من إسبانيا بهاي المباراة. والجولة الأولى، جولة أولى، مغرب إسبانيا، داس نباد. لوك او بلش اجريسيف نبيل. كارلوس بعد ما قلع كل شيء عنده في حذر باكفست، ولكن ما بتصيب. نبيل عم يحاول يسيطر على وسط الحلبة. ضربة بلوكي قوية من نبيل، بيعلي الريتم نبيل، لوكيك ثانية، او كومبو لوكيك. الخطة صارت واضحة، نبيل لوكيك يمين، الكومبو ثلاثة بوكس ولوكيك، ولكن كارلوس الميتادور صامد. ناطر بوكس، ممكن بوكسين كارلوس كثير عالي، ايده اليمين كتير قوية، إجمالاً عنده كتير نوك أوتس بالهوك اليمين وبالضغط اللي بيعمله على اللاعب. بعدنا بالجولة الأولى وبعد ما بين كل شيء، ولكن نبيل عم يشتغل حلو، حط ثلاثة أربعة كومبو مع لوكي كتير قوية. وبعدنا بعده الأكشن شغال، دقيقة لنهاية الجولة الأولى تقريباً. لوكيك ما بتصيب، اوه هاي كيك كادت تصيب. عم نشوف عم يرجع كارلوس يلعب لوكيك، عم نشوف لوكيك كثير عم تكون فعاله من نبيل، عم تكون لوكيك كثير قويه. بلشت الاجر تحمر، نشوف قديش كارلوس حيصمد تحت ضغط نبيل. كنا بنحكي تحت الهواء، نبيل عم بيقول لي اليوم او هالفتره من احسن الاوقات لإله، تحضير توب، تمرين توب، فكان عم يوعدنا بمباراه كثير عاليه. عم نشوف هول بانشز، هول بانشز، استنزاف. اوه نبيل بيتلقى بوكس قوي، لازم نكون منتبهين. ثواني قليله وبتنتهي الجوله الاولى. لوكيك كانت أحسن يا نبيل، وانتهاء الجولة الأولى بدون نوك أوت، ولكن سيطرة واضحة لنبيل، سيطرة واضحة لنبيل بالجولة الأولى. ولكن الأكيد كارلوس إنه ما أعطى كل شيء عنده، كان عم يقرب وعم يمتص الضربات بانتظار ردة الفعل اللي ناطرينها منه. مدرب الزاوية الزرقاء الإسباني عم يدي تعليمات شمال شمال يمين، مثل ما عم بقول لكم أنا هو أغلب النوك أوتس اللي أخذها اللاعب كارلوس بإيده اليمين. عم بيقول له صور مسافة وحط اليمين الطويلة. الجولة الأولى ما بتحكي كل القصة، نبيل شكله مرتاح. والبريك بينتهي بانتظار بداية الجولة الثانية. والجولة الثانية، الجولة اللي حيقلعوا فيها اللاعبين أنا متأكد حتخبي مفاجآت، يمكن ما يكون عندنا جولة ثالثة. كارلوس بوترو بالزاوية الزرقاء بالكفوف البيض، ونبيل الاسمر بالزاويه الحمراء والكفوف الاسود. لوكيك كثير فعال لنبيل، شفنا باكثر من اي سي اس كم مره نزل نوك اوت باللوكيك، ولكن كارلوس عم يصمد و الكوتش عم يطلب من نبيل الركبه.
كومبو نبيل حلوه، اللعب الممتع نبيل الاسمر، اللعب الممتع نبيل عم يحط هاي كيك ولكن عم يردها كارلوس. اوبا بعد عم نشوف الدش مركز كارلوس وما عم يخلي الضربات تفوت على وجهه. ضرب قوي على الكبد لنبيل، بياخذ لوكيك قويه، في اخذ ورد. كارلوس اوه باكيك حلوه ولكن ما كان بالباور المطلوب. عم نشوف كارلوس قديش عنده اصرار، عم ياخذ ضربات ويضل يتقدم. هذا الضغط الكبير ممكن يتعبه لنبيل. مسكر مسكر نبيل عينه. اوه شفت النظره تقنيس نبيل، شفنا كلياتنا نظرته كيف قررها، بس هول الضربات ما لازم يكون عم ياكلهم. لوكيك كمان ولكن انا متاكد انه كمان عظم اجرين كارلوس كثير قوية، فاللوكيك صدقوني اللي عم يضرب واللي عم ينضرب فيها اذى عليه. جمهور نبيل الكبير وين ما كان عم يشجعه. فايت ولا اجمل، جوله ثانيه رائعه كثير. كارلوس على قد المطلوب، عم يقدم مستوى كثير حلو، عم بيكون عم بيلعبوا لنبيل على المستوى القصير وعم يحط له البانشز واللوكيك. نبيل بيرجع بيرد حلو، شمال يمين حلوين من نبيل ولكن الباور ما كافي. كارلوس عم يلعب، نبيل بيرجع هايكيك. بنذكر الوزن عم يلعبوا 66 كيلو كارلوس ونبيل. هيدا المطلوب، مش عدد الضربات مضروب، ضربه قويه تكون هي بتعمل اللازم كله. 20 ثانيه لانتهاء الجوله الثانيه وبعد المباراه مفتوحه لاثنين. بعده كارلوس بكامل قوته، نبيل بعده عم يلعب وعم يضرب. ممكن الجوله الثالثه تكون مختلفه، عم نشوف تحضير كثير كبير من اللاعبين وعم يقدموا جولتين ولا اجمل. فول اوف اكشن وانتهاء الجوله الثانيه على خير. انتهاء الجوله الثانيه بدون ضربه قاضيه. كارلوس عم يحيي جمهوره وحس انه رجع على المباراة بهيدي الجولة، والمباراة الثالثة هي بتكون عم تحكي لنا كل شيء لهالليلة، جولة أخيرة وبتنتهي المباراة. نبيل الأسمر بالزاوية الحمراء، كارلوس بالزاوية الزرقاء. والمعركة بالجولة الثالثة حتكون مشتعلة بكل معنى الكلمة، ما في تراجع. الحكم عم يطلب، حكم الوسط عم يطلب مسح جسم اللاعب. والجولة الثالثة. الجولة الثالثة واخلاق وروح رياضية عالية من اللاعبين. نبيل الهاي كيك الحلوين طبعون على الوجه. بسكر كارلوس عم يستلقى ضربات، نبيل عنده ثلاث دقائق يعمل كل شيء بايدي فيهم، خلص مستعد يكسر اجريه ولكن بده المباراة. نبيل عم نشوف اللوكيك بكل باور والهاي كيك. شمال يمين قوية من نبيل. اول ان الجولة الثالثة هي الحاسمة. في خطة، نبيل نازل عارف شو بده يعمل بهالجولة. في ضربة تحت، يمكن في ضربة تحت. في انا ما كنت مبين علي كثير الامور. طبعا حقه ياخذ رياحته، والحكم الوسط بيستشير القضاة الاطراف ممكن يكونوا يشوفوا بشكل اوضح. اه
القاضي عم يحكي عم يتحكم بالقضاة عم يأكدوا له انه كان ضربة تحت، فهذا بيعطيه حق كامل لنبيل انه يكون عم يرتاح، ولكن الوقت لازم يكون واقف. هلا واقف حدي على طول القضاة، ولكن اونلاين عم تشوفوه ماشي ولكن هو واقف. حنرجع نلعب الجولة لتكمل ثلاث دقائق مع الوقت المستقطع. ومنعود على المباراة. سلامات للاعب نبيل، بدنا نفرح منه لنبيل، بدنا نشوف ذرية بهالمستوى. ما حدا ينزعل القصة. يلا منكمل المباراة بالجولة الثالثة والدقيقتين بينه المباراة. نبيل فول باور عم يركز في هاي كيك يمين، عم تتحضر في لو كيك تحت شمال يمين بقوة، عم شوف الباور كيف تغير عند نبيل، عم يعطي كل عنده، ولكن كارلوس الميتادور اسم على مسمى عم يضل طاعش لقدام وعم يتلقى ضربات وعم يضرب ضربات كمان. ممكن اي ضربه تكون مؤذيه لنبيل يلي بيتلقى ضربه قويه. عم نشوف هون اللكمات من كارلوس عم يكونوا بعد اقوى، لوكيك قويه فايت ولا اروع من هيك. كارلوس شو هاللاعب، شو هاللاعب اللي يعني استقى اول ضربات وعم يرجع يفوت بالكومبو، هو لاعب ولا اجمل. باك فيس ما بتصيب الركبه كمان، عم يعمل كل شيء نبيل لحتى يقدر يسقط كارلوس، ولكن كارلوس بعده صامد. ثواني اخيره، ما شكلها فيها نوك اوت هاي المباراه. يلا يا نبيل، يلا يا كارلوس، امتعونا بعد اكثر. ركبه حلوه يا نبيل، اوعى الغلط بهالوقت يا نبيل. فيها الراس، صار فاهم الخطه، فاهم الخطه كارلوس. عم يعطيه لو كيك لا يغشوا فيهم، يعطيه الهاي كيك على الوجه ولكن ما عم تصيب. ثواني أخيرة، الجمهور كله هون عم يصرخ نبيل، نبيل بيخطف قلب الجمهور الحاضر هون بألمانيا. وكارلوس بعده عم بيقاتل بعشر ثواني أخيرة، عشر ثواني. هل في نوك أوت أخيرة بالصدفة؟ المباراة انتهت، المباراة انتهت صراحة مستوى رائع، كارلوس أدى عليه ونبيل أدى عليه. أتوقع الفوز لنبيل بشكل واضح، ولكن كارلوس لم يكن أبدا أبدا خصم سهل، صمد وتحمل وهاجم. ميتادور عم بيوجه تحية للجمهور وعم بيوجه تحية لحمزة الصورة حبيبنا والمدرب المغربي المعروف. كارلوس قدم عرض حلو وقدم مباراة جميلة، ونبيل قدم عرض المطلوب منه كمان. بانتظار اعلان النتيجه رسميا، وبيبقى عندنا ثلاث مباريات، الديول هيفي ويت ويوسف عبود وفراس عيد. Judges' scorecards for a decision. All three judges scored about 30-27 in favor of your winner by unanimous decision. Nabil! 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 فوز مستحق. Nabil! Nabil! فوز مستحق. وتحية وتحية وروح رياضية عالية من كارلوس. صراحة كان خصم على الموعد وقدم مباراة كثير حلوة. مبروك يا نبيل. نبيل بوزن 66-67 كيلوغرام، خصم لا يستهان به، وورد كلاس فايتر.
والف مبروك الف مبروك بيستحق تروفي اي سي اس مميز اليوم بالمانيا. روح رياضيه عاليه اخلاق كبيره نبيل عم يعطي تحيه للحكام